نرحب بجميع الحضور وعلى هامتهم جميعا دكتور حسن راتب كقيمة وقامة وطنية مخلصة متجردة عن أي هدف إلا ما فيه مصلحة الوطن والمواطن. وعندما أقول هذه القالة فإنها لا تأتي من فراغ، وإنما لها ما يؤيدها وما يعضدها وما يناصرها من واقع وحال على أرض الواقع، من مشروعات عملاقة في مجالات متعددة، في مجال العلم جامعة، وفي مجال الاستثمار، وفي مجال كرجل أعمال مشروع سيناء، وهو من المشروعات القومية التي لا ينكرها إلا جاهل أو حاقد. ومن هنا فإن بيت الأمة عندما يستقبله ويرحب به ويثمن رحلة كفاح أعرفها جيداً، رحلة شاقة، لم يتغير رجل من ورائها مكسباً ذاتياً أو مصلحة شخصية، وإنما كان الهدف هو مصر والمصريين، الدولة المصرية، كيف يستطيع أن يساهم في بقدر، وده واجب كل مصري. ولذلك فإن هذا النموذج نموذج لابد أن نصدره للمصريين، للشعب المصري، ليكون نموذجا يحتذى به وقدوة يسار على ركابها، لأن ذلك هو ما نتغياه في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة. احنا حققنا الاستقرار الأمني، بنحتاج واجتزنا عنق الزجاجة في الاستقرار الاقتصادي، ونحتاج إلى أقران هذا الرجل لكي يتكاتف الجميع كمصريين من أجل أن نحقق نماء اقتصاديا حقيقيا. ده فضلا عن المحور الثالث من محور بناء الدولة العصرية الحديثة، وهو الديمقراطية. حزب الوام وبيت الأمة عندما يرحب به يرحب بقامة وطنية، قامة أسهمت إسهاماً كبيراً في مجالات، المجال العلمي، المجال الصناعي، ويكفي كما أوريت من قبل هذا المشروع العملاق الضخم بالنسبة لأسمنت سينا. وأعتقد أن الرجل أمد الله في عمره سيواصل هذا العطاء من أجل مصر ومن أجل المصريين. بيت الأمة عندما يستقبل ويرحب به، فبنرحب به، عندما نرحب به برحب بصفتين: الصفة الأولى بصفة رئيس الحزب، وأصالة عن نفسي وعن مؤسسات الحزب وقياداته، بنرحب به بهذه الصفة، وبنقدم له درع الوفد في هذا الشأن.